يا قلبي وإن بان بعيني الأسى، وإن بان بعيني الأسى دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صفحاتي مسى. جئت في وين الكاميرا؟ يا محمد يا محمد لك وينه؟ الكاميرا هون أنا هون ياني وين رحت؟ طيب عندي شي خبركم إياه. تعرفوا كيف نعرف عمر الشجر؟ بكل دويرة هيك بالشجر منشوف سنة من عمره. وحبات بركتنا كنت عم فكر إنهم زي الشجر، حتى وقدام وبيعرفوا أشياء نحنا ما بحياتنا فكرنا فيها حتى. حبة بركتنا لليوم هي يعني شو بسموها؟ المبروكة بالعيلة. بتبارك بكل إشي، واحد فرح بتروح بتبارك له، واحد جاب ولد بتبارك له، واحد مبسوط بتبارك له، كل الوقت شغلتها وعملتها تبارك، أوكي؟ وكمان إذا حدا مرض بتروح بتسلم عليه، بتطمن عنه، كل إشي هي بتعمله لحالها، بيقولوا لها أنت مبروكة العيلة. حبتنا لليوم أحلى حجة بالعالم، حبة بركة فعلاً. أم أكرم الجمال من شعب من قضاء عكا. أم أكرم يعني شو أخبركم؟ شو أخبركم عن جمالها وحضامتها وحلاوتها ويما أحلاها؟ شو هاي الغنية تبع شو هاي؟ قولي أعارس ما شو هاي اللي قلت لي إياها؟ شو هاي تبع العريس؟ علي قولي لي إياها يلا. عددوا المهرة وش غني لي يلا، أعطيني بوسة قبل ما بستك أنا اليوم. شايفين جمال؟ مين محلاها؟ تستاهلي يمي العريس الفرح، تستاهلي يمي العريس الفرح، تستاهلي كبش الغنم ينذبح، تستاهلي كبش الغنم ينذبح، تستاهلي الطباخ يعب وبيكي ويضل يطبخ تايلوح الصباح، ويضل يطبخ تايلوح الصباح. تستاهلي يا اخت العريس الفرح، تستاهلي. يا الله يا الله شو حلو شو حلو. طب انا بدي منك تخبريني هاي الحكايه انه انت دائما بيبعتوكي لتباركي، فش مره مناسبه اشياء بتعمليها الا بتروحي تباركي؟ بدي اعرف هاي شو هاي شو كيف يعني؟ بس انت بالعيله بتباركي؟ قولي لا، اخواتي بيشتغلوا بالزيتون وبالحصيده وبالهاي، انا صغيري ما بروح على الشغل البعيد. يجوا يودوني تني ابارك لعماتي او لقرباتي، شو في مناسبه مطلوبه من اهلي يجوا يحطوا لي اغراض بهجوني ويحطوا لي هديه ويحصروا لي المصريات بطرف منديل ويحطوه على وجه الجوني واحملها وانزل بالبوسطه على عكا. يا ويلي انزل حد سبيل الطسات، كنا ننزل وامشي منها للعمرات حد تروحي مشي مشي بعكا وتروحي تباركي انت. اروح عند دايره البوليس عندي قاعده هناك، اروح ابارك لها وقت اللي تكوني مخلصه. وين يحطوا لك المصاري؟ وين يربطوا لك اياهم من المصاري؟ يربطوا لك اياهم بطرف المنديل ايه ويحطوه على وجه الجوني، بس اصلا اقول لعمتي هذول نقوط لابنك يلا اسمه محمود. سامعين؟ بطرف المنديل يحطوا المصاري. بطرف المنديل كل ما يصير عندي المناسبه يعملوا لي اكل، يعملوا مسخن على فراريج على هاي ويحطوا لي. طب ما المسخن شو طيب؟ اروح ابارك وقت اللي مرض حدا اروح اقول عليه. واذا حدا مرض بتروحي واذا حدا مرض يحطوا لي اغراض. والله بتذكر وقت اللي حدا يموت بالبلد يجوا يحملوني هالقد امك واروح. انت تروحي بعتوا هاي اسمها امني مرتي باشا اسمه اللي بقول باشا، اروح اخذ الامحاط واروح اخرج لهم. تيجي الفتاة شو تخرجينهم يعني؟ بقت بس يموت حدا يروحوا يودوا لاهله مساعده. تروحي انت كمان تودي؟ انا اروح يا ما شاء الله يشهد الله. اجي امسك طرف الكيس هيك بسناني وادير الامحات كانها شو تقول للختياره عفارم عليك يا بنت زينب اللي بيجي كبار اديروا بكبوهن انت ما كبتيهن. اقولها لا
نحن عنا هسه بتمشي هاي على كبة القهوة، إذا بتكبي شوي من القهوة بيقولوا عنك مش عروس مش لا أنتِ على القمحات. أدير القمح ب يا ماما استرها. شو كيس كبير يسع 100 كيلو، كل ما حدا يروح ياخذ قدر 5 كيلو قمح بروحي يخرج. أنا أروح هاي. طيب أنا بدي أعرف هاي قصة شو هاي، رحتي على عكا ورجعتي، رحتي ورجعتي، ضليتي الناس كلها فلت وأنتِ رجعتي رحتي، كيف هيك؟ لا. الناس كلها فلت من عكا وهي رجعت، ما تقولوا مناضلة. أجينا لهون قعدنا في شي 5 أشهر، أجت ستي بعتت لأبوي قالت له يما أولادك 10 ما بستاهل واحد منهم يجي يخدمني. وصل الحكي لأبوي قال مين بروح عند ستي، قلت له أنا. قال لي طيب ستك بعكا؟ ستي لا قاعده بالبعني. بالبعني حد شعب. اوكي. لانه وقت اللي احنا طلعنا من شعب على البعني وعماتي بالبعني. اجيت ساعتها قلت له انا مشطروا لي اهلي اواعي وما بعرف شو، حطوا لي بوجه هالقد حملتها ومشيت. قعدت هناك سنه وانا اخدم ستي. واهلك بعاد عنك؟ اهلي كانوا بمخيم صور هون، انتقلوا على عنجر على حدود سوريا. وانا بعيده عنهم. يوم انا بدنا نروح الناس على الحطب، يا ستي بدي اروح معهم. قالت ليش بدنا بالحطب؟ قلت لها كل الناس رايح خلينا نروح. قالت لي روحي روحي. قالوا ما حدا يمشي لابس، اشلحوا من جريكو واحملوا قناديركو احسن نطقطق ويسمعونا اليهود. بالليل. هاي بالليل بروحوا على الحطب. اذان الصبح. عاد اشلحتوا من اجركم عشان ما تطلعوش صوت. من شان ما نطلعوش. وانتي على صوتك الحيه. ايوه. ما ساعتها أرفتني حية، أنا أشد وهي تشد حبيبتي من الموتة، فلتت إجري ما عرفتش إنها حية، فلتت إجري ومشيت. ما مشيت إلا أكنه نمل فارسي ودارب إجري. أجيت أنا عراسي منديل من هالشكل، طلت وطويته وربطت إجري، ربطت إجري من هون حتى ما يطلع الإشي لفوق. وصلنا هن صاروا يحطبوا. واكي ما شاء الله. أنا ما قدرتش لا أحطب ولا هاي، ضليت قاعدة. تحطبوا وروحوا وبعثوا لي عماتي، واللي عماتي جايبين لي أني هاي كيلي فيها حليب وزيت. سقوني مشان أصير استفرة. شو هاي الحكاية تبع أنه أنت قعدتي بالبير وتخبيتي؟ إسا هجاني هاي أحلى حكاية. ما هجاني إسا جاي عليها ورا هاي بصلها. يلا صلي لي عليها. قمنا ساعتها روحنا للست ماتت نهارها، إلا صار الطوق كان جاي ناس من بعلبك. شو الطوق؟ طوقوكم؟ اليهود. قالوا الناس تنزل كلها على البيادر. طيب نزلوا الناس اللي معهن هويات. انا معيش هوية، انا وقت اللي رحيت صاروا منطين هويات للناس اللي هناك. واللي اجوا من بعلبك اجوا بلا هويات كمان. اجينا نزلنا على البير 13 واحد بتذكر. بقلب البير. بقلب البير بس عالي. 13 واحد بقلب البير. في حفة هيك عالية عن المي شوي. قعدنا فيها. كيف قعدتوا؟ قعدنا هيك ربص على بعضنا، زلام ونسوان وولاد، وبدون صوت ولا نفس، بدون ولا واحد يتنفس. اجوا اليهود طلوا على البير قالوا في ناس تنزل فيه ونبلي. قام واحد قال له تنجرب، جربوا لطلع مي من البير، لما طلع مي ما زدته ونبلي. طب كيف قدر ينزل السطل وانتوا قاعدين؟ بقى احنا قاعدين على الحفة هون والمي بالنص. ويلي. وقت اللي ما لقى مي قام زدت السطل بالبير وراح. المغرب للساعة 7 بالليل ولا هني اجوا طلعونا. راح الطوق، راحوا اللي بدهم ياخذوه اخذوه، واللي بدهن معوش هويه زتوه على حدود الاردن. ما احنا بالبير نشلونا وطلعنا بيتنا هذيك الليله. ثاني ليله ركبنا واجينا لهون على لبنان. طب اسمعي هلا بدي اسمع منك غنيه ثانيه تبع العريس. هاي انا كثير حب هاي بحبها كثير منك. بدي هاي غنيه. سامعيني اياها. عددوا المهرة وشدوا. عددوا المهرة سامعيني اياها. عددوا المهرة وشدوا عليها حتى يجي مالك ويركب عليها. عددوا مالك يا ابن الكرام، عيريني سيفك لا يوم الكيواني. سيفي محلوف علي ما بعير جاي مسقط من بلاد اليمن. وحلاها وحلاها.
لك محلى الصوت. عدي جمهوري هاتوا شبري صمدوا لي مالك الباب العلي. عدي جمهوري هاتوا عباتوا صمدوا لي مالك بحارة عمّة. ليش؟ بدي أسألك سؤال. نعم. قديش مشتاق على شعب؟ مشتاقة لشعب مثل ما كنت مشتاقة أزور الرسول وأزور مكة. مشتاقة لشوارعها، مشتاقة لبيوتها، مشتاقة لميتها، لزيتونها. شو رحتي عملتي لما أكلتي الرملات هناك؟ أخذتي الرملات شميتي وشو عملتي؟ والله لما وطيت عند البير اللي ببيت أهلي على الرملات صرت أشم فيهن وأبكي وأبوسهن. وقت اللي صرت أبوسهن قالوا لي وكيف بتبوس التراب؟ قلت لهم ببوس التراب اللي من شعب عشان هون نسقط راسنا وهون وطننا وارضنا حبيبتي. وبتمنى. طيب تعرفي نحن شو عملنا لك؟ نعم. نحن بهذا البرنامج، برنامج حبة بركة، جبنا لك مفاجأة بتجنن. جاهزة؟ جاهزين؟ يلا ها. تفضل يا حاجة. هذا الفيديو لك. يسلم. هاي هون زيتون شعب، هذا الزيتون اللي كنا نروح نحوشه ونجيبه وندرس الزيت والزيتون بالليل. لك شو عم بغني لك؟ ويلي بيوتي بيوتي راجع لأرضي يا عدوي موتي الداري داري. ويلي بيوتي بيوتي راجع لأرضي يا عدوي موتي يا دار أهلنا وابنيها يا بنا وانهدوا بيتي بترابك بتحنى. تحياتي للحاجة حنيفة ولأولادها ولأحفادها ولكل إنسان قريب وبعيد عليها ولأهل شعب جميع. الله يسعدك. مش بس هاد أبو نهاد، صلاح، صلاح حسين، أبو اسمه أحمد الحسين، وأنا ضفت عندهن وقت اللي رحت على الشعب. أولاد إخوتي كلهن هناك، أولاد إخوتي سلام يصلهن الجميع، ولا بنت أخوي ولا بنت أختي، لجميع أهل شعب بدون استثناء. كان قاعد بدار أهلي. أجوا اليهود. أجا بده يشتري أرض بشعب. قاموا اليهود ما سمحوا له، قالوا له بتسمح لنا بس تشتري الأرض نهبط البيت. قالهن لا بدي ضل قاعد بالبيت. اشترى عود أرض بشعب على ظهر العين وعمر. يا ويلي. ووقت اللي رحت أنا رحت ضيف لعنده. رحتي قعدتي عنده؟ قعدت عنده. بدي أسألك سؤال قبل ما نودعك يا حجة، كيف ريحة الأرض هناك؟ والله ريحة الأرض وريحة البنادمين والهواء اللي فيها وكل شيء إلها غير شكل بتحسي عن البلاد. طيب شو بدك تقولي للناس هناك بشعب؟ أنا لو تعرفيني كم دولة صرت رايحة، ويشهد الله بتمنى أروح عطراب فلسطين ولا أروح عروسيا، رحت على ألمانيا، رحت على هولندا، رحت على الدنمارك، رحت زي شعب ما لقيت. زي شعب ما بلاقي لو بدي أدور. شو بدك تقولي لها شعب هلأ؟ شو بدك تقولي لها هلأ؟ بقولها كريم الله يجمعنا في على الأرض ويميتنا بالأرض هناك ونشوف كل شيء قرايبنا وكل شيء حبايبنا. خلي لي إياك يا رب يا حبتنا يا بركتنا يا عمرنا أنت. الله يبارك. تعيش يا رب وتعيش ريحتك بالبيت. الله يعني رح أكرعها بسرعة. ها شباب حيقتلوني هسا. لا أنا بس بشرب شاي. أنت لا محمد. يلا يا حجة مفارق بخير حبيبتي. شرفت بمعرفتك يا قلبي. خلي لي إياكي، خليكي مرتاحة. يلا السلام عليكم يا حجة. تعيشي. ويما ويلي الهوى. أنا بضلني بغني يا حجة. يلا السلام عليكم.